الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندي كده الانتيكات دي اتكسرت كده مني، اتكسرت الرجل دي كده. هي اصلا معموله بس اسفنج كده اللي هو الاسبونج ده، فهلزقها كده معاكم وارجعها اصلحها تاني واشوف الحجر بتاعها. هي دي اصلا مضيئه كده، وهنشيك على الحجاير بتاعتها علشان نشوفها شغاله ولا لا. وعندي كده برضو الانتيكه دي، دي اصلا مضيئه برضو، عامله زي الاباجوره كده بالظبط، وبتعمل اضاءه، بتعمل اضاءه برضو. والبيبي الصغنون ده واقع منها. الاباجوره دي جميله جدا، بتتحط اصلا في اوضه الاطفال على الكوميدين وكده، بيبقى شكلها تحفه تحفه تحفه، واضاءتها جميله جدا، اضاءتها كده مريحه للعين. بصوا اللمبه. وبرضو هنشيك لما نخلص كده، هنشيك على الإضاءة بتاعتها ونشوفها لو هي محتاجة حجر أو كده هنركبه. برضو هو البيبي ده وقع من هنا فهنلزقه كده معاكم. عندنا طبعا هستخدم مسدس شمع، هيبقى أجمل طبعا بالنسبة لي من الصمغ اللي هو العادي. هجيب كده مسدس الشمع، عندي مسدس الشمع اهو، وهسيب المسدس ده بقى يسخن شويه كده، هسيب المسدس يسخن معايا شويه، وبعد كده هلزقهم. طبعا انا جبت اسبونجه زي دي كانت موجوده عندي، جبتها وهلزقها. بس طبعا كل ده لما الشمع يجهز الاول، يكون جاهز معايا. هنا لازم كده نعمل اعاده تدوير للحاجات بتاعتنا، مش معنى ان هي مثلا اتكسرت كده او اي حاجه حصلت فيها ده ما يدلناش الحق ان احنا نرميها، عادي ممكن نعمل لها اعاده تدوير او تصليح تاني من جديد ونستخدمها. هنفضل بس كده لما الشمع ده يسخن معانا شويه. بس هو بصراحه في اللزق متين جدا، نشوف كده جهاز الشمع ده سخن معايا ولا لسه. لسه هضغط عليه كده، لسه محتاج ان هو يسخن شوية لانه طبعا لسه ما سخنش خالص، فمعنى كده ما بينزلش. دي حاجة بسيطة، لسه برضو محتاج يسخن شوية اكتر عشان بس يلزق كويس. يعني كده نجرب الشمع، خلاص اهو هبدا بقى ان انا الزق. اول حاجه هلزق الاسبونجه اللي عندي دي، هلزق انا الاسبونجه دي، هو ده مكانها، هحط كده عليه شمع. طبعا مش هستخسر فيه الشمع عشان بس يلزق كويس جدا جدا، واضغط عليها بس كده مسافه بسيطه عشان بس تلزق كويس وتكون متينه معايا. كده بقت قوية اهي، بزق فيها طبعا مش بتتحرك معايا خالص. هشيك طبعا عليها واشوفها بتقيد ولا لا، طلعت لسه بتقيد ما شاء الله. يعني هعمل بقى الاباجورة الصغنونة دي، وبرده مش هستخسر فيها عشان خاطر البيبي الصغنون ده. انا لو حطيت كده سن الشمع على الشمع اللي موجود ده من غير ما اضغط على الشمع، هيسيح معايا الشمع الموجود ده هنا كده، وممكن من غير ما استخدم شمع من المسدس تلزق معايا. بس انا مش هستخسر فيها برضو، واحط لها كده جزء من الشمع عشان تلزق كويس وما تقعش تاني. بسرعه بقى هنحطها ونضغط عليها قوي كده عشان ما تتحركش معانا تاني. هضغط عليها شويه كده على البيبي الصغنون الامور ده، واضغط عليها قوي كده. لسه يعني ما مسكتش قوي زي الاسبونجه، لان الاسبونجه امتصت الشمع بسرعه ولزقت قوي يعني،
لكن ده بلاستيك بيقعد فترة بسيطة كده لحد ما بيلزق. فيديو النهاردة خلص معانا وقعدنا تدوير الانتيكات دي كده بدل ما نرميها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه.